نجوم البرنامج. لا اعطونا ملعقه ثانيه تكفون عشان نجرب الاهليه. نجوم البرنامج يا محمد زملائك او فريق البرنامج ايضا يعني يهدي سهما لاخوك في مشروع سقيا الماء تابع لجمعيه البر بالمدينه المنوره، وهذه من المشاريع الجديده التابعه لجمعيه البر بالمدينه المنوره. ومع اقتراب ايضا موسم الحج لهذا العام مشروع سقيا الماء طبعا بامكان اي شخص انه يشارك فيه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم انها من افضل الصدقه سقيا الماء، قالها علي بن هادي من الحلقه الماضيه. فطبعا يهديك فريق البرنامج، يهدي اخوك محمد، فاسال الله ان يتقبله يا رب. الله يجزاك ويفرحنا ان شاء الله مثل ما قلنا يا محمد بسلامته يا رب، ويطول عماركم ويكتب اجركم ويبيض وجيهكم. والله انه يسوى عندي شيء واجد. الله يكرمك. وهو لما هذا الحين شاف المقطع بيتغير عنده شيء واجد. يا رب يكتب اجركم ويرحم والديكم. الله يحييك. والله الصدق يعني شيء ما يستغرب منه لا من فريق برنامج وهذا ديدن قناه المجد.